حياكم الله مشاهدينا من جديد. توجت شركة بوتنشل المتخصصة في تطوير الأعمال مؤخراً الفائزات في برنامج هدفي المخصص للسيدات، والذي استهدف دعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة العربية انطلاقاً من المملكة العربية السعودية. التفاصيل مع زميلتي رنيم في الرياض. إليك رنيم. شكرا لك يا هدى. وفعلا البرنامج استمر 4 أشهر وكان من بداية أكتوبر في العام 2013، وهو عبارة عن برنامج إلكتروني مجاني يعمل على تطوير المهارات التجارية لدى النساء لمساعدتهن على بدء مشاريعهن الخاصة أو تطويرها. تفاصيل مشاهدينا مثل ما اعتدنا في التقرير التالي. كرمت 3 فائزات سعوديات خلال الحفل الختامي لبرنامج هدفي المخصص للسيدات، والذي استهدف دعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة العربية انطلاقا من المملكة العربية السعودية، حيث أقيم الحفل في فندق الفيصلية بالرياض بقاعة الأمير سلطان، وذلك تحت رعاية الأميرة هيفاء بن فواز بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور نخبة من سيدات المجتمع والإعلاميات. توجت الفائزات 3 في برنامج هدفي شركة بوتنشل الرائدة في تطوير الأعمال، والتي حصلن على التمويل اللازم لأعمالهن في فئاته 3. والفائزات هن: المرتبة الأولى فوزية أحمد عسيري بجائزة نقدية بقيمة 15,000 ريال، المرتبة الثانية سالي هيكل بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال، المرتبة الثالثة رنا العايد بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال. بدأ برنامج هدفي في المملكة العربية السعودية وسيمتد إلى باقي الدول العربية، فيعمل على تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة من خلال القيام بخطوات إيجابية تدعم المرأة على إنشاء مشاريعها الخاصة وتكوينها قانونيا وتطويرها. لبرنامج سيدتي أروى توفيق. إذا مشاهدينا اسمحوا لي أرحب بالفائزة بالمرتبة الثانية في برنامج هدفي الأستاذة سالي هيكل. أهلا فيك أستاذة سالي وألف مبروك. الله يبارك فيك. بداية حديثينا عن المشاركة، لأن المشاركة كانت عن طريق برنامج أو عن طريق الإنترنت، كيف كانت البداية؟ تمام، هو كان في إعلانات على الفيسبوك عن برنامج هدفي. دخلت على الفيسبوك وقريت تفاصيل البرنامج، وكان من تفاصيل البرنامج أني أقدم على الويب سايت الخاص بيهم. مليت أبليكيشن وقدمت على الويب سايت الخاص بيهم. بعد كده مديرة البرنامج سالي عفرة عملت لي انترفيو على سكايبي، وبعد كده قالت لي بعد الانترفيو قالت لي أنت معنا في البرنامج. جميل. طب والفكرة اللي شاركت فيها كانت عبارة عن إيه بالضبط؟ الفكرة كان عبارة عن ويب سايت، الويب سايت ده خاص بتقديم المناسبات، بيقدر يساعد الشركات والمؤسسات والأفراد في أن هم يحجزوا أي خدمة أو مناسبة أونلاين. يقدروا يشوفوا كل القاعات وصالات الأفراح الموجودة، ويشوفوا جاليري وفيديو، ويقدر برضو يفلتر القاعات الموجودة على حسب السعر أو على حسب المسافة قريبة منه أو لأ. وبرضو هيكون في فوتوغرافر. الفوتوغرافر طبعا لأن احنا في السعودية هيتتقسم على أساس هل هم في نساء أو رجال، وهيكون في مصورين للفيديو وكل الخدمات اللي بتتقدم للمناسبات. الويب سايت هيكون فيه سب دومين اسمه عرسك.com، هو مختص بحفلات الزفاف، والكوشة ديزاينرز وقاعات بس اللي مختصة بحفلات الزفاف، المصورين اللي بيروحوا حفلات الزفاف بس. بالضبط كنت بسألك، يعني عادة من أكثر الأفكار انتشارا في الفترة الحية هي فكرة الويدنج بلانر، أو فعلا عن طريق الإنترنت يكون كل متطلبات الفرح موجودة. تمام. يعني أنا عجباني جدا فكرة الاختلاف، أنك ما ركزتي فقط على الأفراح، ليه هذه الفكرة تحديدا؟ وبرأيك الميزة اللي اختلف فيها الويب سايت اللي أنشأتيها عن غيرها من المواقع؟ أوكي، هو الويب سايت جديد، الفكرة جديدة في السعودية، ما فيش ويب سايت بيقدم خدمة زي دي، أنك تدخلي وتحجزي أي إيفنت من A to Z من على ويب سايت. فما فيش مثلا انا لو في مكان وحابة اعمل ايفنت هدخل احجز القاعة اونلاين، هشوف كل المصورين اللي موجودين على الويب سايت وهحجز مصور ومصور فيديو وهكذا. فالخدمة دي اصلا مش موجودة هنا، فكان فكرة الويب سايت جديدة ان انا اقدم خدمة لكل الشركات مش بس للافراح او للويدنج بلانر، ويكون طبعا الافراح والويدنج بلانر نصيب كبير فيها. اكيد طبعا. من أصعب المراحل مثل ما ذكروا المشتركات خلال المسابقة طبعا مشاهدينا، إن نلخص فكرة كبيرة من في 3 إلى 5 دقائق تقريبا. تمام.
قدرت تسويها؟ اوكي، هو البرنامج كانت مدته تقريبا 3 شهور، هو بدا في نوفمبر 2013، فاني الخص مده 3 شهور في 3 دقائق، فكانت دي اصعب مرحله أكيد. لان المحاضرات كانت كبيره ونموذج العمل بنحط فيه العملاء والايرادات وخطه، يعني خطه تجاريه كامله، والماركتنج بلان بتاعتنا هتبقى عامله ازاي، كله عن طريق الانترنت، حتى المحاضرات ما كنتوا مضطرين تحضروا في مكان معين. بالظبط، كل المحاضرات كانت ويبينار، كان في وركشوبس، الوركشوب تمت في الرياض وفي جدة، كانت برعاية انتل أدوات التفكير. وبعد كده كان يعني كانت أكتر حاجة تشالنج إن إحنا نقدم الفكرة بس في 3 دقايق، فطبعا اتدربنا كتير إن إحنا نقول كل الفكرة بنموذج العمل وكل حاجة في 3 دقايق. وبعد كده بقينا نحدد تايم، ان المقدمه هتاخد تايم قد ده، نموذج العمل هياخد التايم مثلا دقيقه، هنا هياخد 20 ثانيه، هنا 30 ثانيه. تقسيم الوقت يعني يلعب بشكل اساسي في الموضوع. اكيد طبعا. تقسيم طب بالنسبه للمشاركات الاخريات كيف كانت افكارهم بالنسبه لك؟ كان في افكار كتير كويسه جدا، خصوصا اللي انا تعرفت على افكارهم العشره، لان البرنامج بدا بنسبه كبيره، عدد المشتركات كان كبير جدا. بعد كده حصل تصفيه، بقينا 25. وبعد التصفية دي كان في محاضرات على سكايبي، كل واحد له بيرسونال كوتش خاص بيه، بيقعد معاه على سكايبي يشوف الفكرة وهل هي فعلا هتتنفذ على أرض الواقع ولا مجرد أحلام ومش ممكن تتنفذ. بعد البيرسونال كوتش اختاروا مننا 10. طبعا العشر متقدمات كانت أفكارهم جميلة جدا، كان معظم الأفكار هي أفكار إلكترونية بتخدم، كان في افكار بتخدم كبار السن زي مثلا تسويق الكتروني، انك تدخلي على ويب سايت مثلا بقاله او سوبر ماركت وتختاري كل حاجه وتجيلك لحد البيت. وكان في مول ان هوم، ده كان مول ان هوم، هو ويب سايت بيجيب لك المول لحد الهوم، يعني تختاري كل الايتيمز اللي انت عايزاها وبعد كده هم بيشحنوها في سياره خاصه وبتجيلك، بتدفعي بس نسبه اللي هي نسبه السياره، نسبه التوصيل. وبعد كده لو عجبك حاجه اوكي بتاخديها بتشتريها، الدفع عند الاستلام، او لو مش عجبك خلاص مش مضطره انك تشتري ابدا. ما أبداً. بيكون في مثلا رسوم على بس رسوم خدمه ان هم ارسلوا سياره للمكان. طيب ايضا ذكرتي ملاحظات ان كان في لكل صاحبه مشروع لايف كوتش او عفوا كوتش. صحيح، لاي درجه ادت يعني وجود شخص متخصص معك الى تغيير الفكره او تطويرها؟ اوكي، كيف طورتي فكرتك انت تحديدا؟ اوكي، هو زي ما قلتي كان كل واحد بيرسونال كوتش مختلف. انا كان معايا استاذ هاني حمدان، هو كان متخصص في السوشيال ميديا والويب سايت. كانت فكرتي بس عن الويدنج بلانر، وكان اني ازاي اعمل ويب سايت اسمه arctic.com، تدخل العروس لو العروس عندها فترة معينة، أنا فرحي بعد أسبوعين فما عنديش وقت أني أنزل أشوف ميك اب أرتست وقاعات وكل ده، فبتدخل التاريخ معين فديت الديت ده بيجي لها كل الحاجات المتاحة بس في الوقت ده. دي القاعات يعني اللي ما بتكون محجوزة أو ما عليها ضغط في هذه الفترة. بالضبط، هي ممكن تحجز، تضغط على تاريخ وتحجز القاعة دي أونلاين وتشوف الصور بتاعتها وتشوف برضو فيديو ليها وتفلتر بالسعر وبالمكان، هل المكان ده قريب ليها او لا. دي كانت فكرتي الاساسيه. بعد كده بعد دخولي برنامج هدفي والبيرسونال كوتش ساعدني في اني اوسع الفكره. طب ليه اصلا ما تعمليش الفكره تبقى شامله كل المناسبات؟ ليه مختصه بالافراح؟ ممكن شركه تكون عايزه تعمل ايفنت والشركه دي هتيجي تعمل ايفنت في الرياض وما تعرفش قاعات، هي ممكن شركه انترناشونال ملهاش فرع اصلا هنا وما تعرفش ناس، فمحتاجه مثلا مذيعه، محتاجه زي فريق عمل كامل، فوتوغرافر وكل الاشياء دي. فده كان هم وسعوا لي السكوب جدا وطريقه التفكير. طيب وبالنسبه للويب سايت متى بيكون فعلا منفذ على ارض الواقع؟ الويب سايت ادخل عليه واسمه اذا الاسم جاهز طبعا. اوكي، هو الاسم جاهز، هو arctic.com، وهيكون اونلاين ان شاء الله في خلال شهر. وفي برضه مناسبات.com، مناسبات.com هو الويب سايت الخاص بكل المناسبات، وarctic.com هو السايت الخاص بالافراح. بيكون arctic.com جزء من مناسبات.com او ويب سايت مستقل؟ هو هيبقى سب دومين. سب دومين. اتمنى لك التوفيق طبعا سالي هيكل، وان شاء الله نشوف الفكره اتطورت فعلا وصارت متواجده على ارض الواقع. شكرا ان شاء الله. اذا مشاهدينا لا نزال مع فعاليات الرياض وتحديدا فعاليات اليوم الثالث من معرض ومنتدى التعليم في دورته الرابعه، التفاصيل في التقرير التالي. مع مرور اليوم الثالث على منتدى ومعرض التعليم الدولي الرابع، ما زال يشهد المعرض حضور وإقبال كبير من الزائرين والمشاركين، حيث تميزت المشاركات بين شركات كبرى ومؤسسات وحتى مجموعات تطوعية بتقديم كل منهم خدماته في قطاع التعليم.
معرض مشكات التفاعل للطاقة الذرية والمتجددة هو مبادرة من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ويهدف إلى تحفيز النشاط في المملكة العربية السعودية ليكونوا إن شاء الله رواد من رواد الطاقة في المستقبل. ولذلك يعني هناك أهمية كبيرة جدا لمشاركتنا في هذا المعرض. من خلال هذا المعرض نقدم مجموعة من العروض العلمية التفاعلية التي يقدمها معرض مشكاة أصلا في مقره في طريق العليا بالرياض، كعروض العلمية التي تقدم لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة الثانوية، ومنها عرض للعربة وعروض علمية أخرى. الحقيقة سامسونج دائما رائدة في مجال التقنيات والتكنولوجيا، فتسعى دائما ان هي تكون سباقه في مثل هذه المشاركات، فلهذا السبب شاركت في التعليم لما لديها من خبره سابقه في هذا المجال في مختلف انحاء العالم، وحبينا نشارك بالحلول التقنيه الموجوده لدى سامسونج في هذا المعرض. الحقيقه سامسونج حاولت تسعى دائما الى هي في بما يتعلق في مجال التعليم انها توجد حلول متكامله للمعلم والتلميذ تخدم المرحله التعليميه، تسهل من عملية التواصل بينهم بأسرع وقت وأكبر كم من المعلومات. قدم المنتدى تجارب ومعروضات تعليمية من أجهزة ووسائل للفئات التعليمية وفئات التربية الخاصة على وجه الخصوص، كون المعرض والمنتدى هذا العام انطلق تحت محور التربية الخاصة تنمية مستدامة في عالم متغير. لبرنامج سيدتي أروى توفيق. إذا مشاهدينا طبعا فقرات سيدتي مثل ما تعودنا دائما مستمرة، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل: عملية جراحية، استبدال المفاصل وتركيب المفاصل الصناعية من العمليات الناجحة والشائعة، والإحصائيات تشير إلى أن هناك أكثر من 500 ألف عملية تركيب مفصل صناعي سنوياً.